طيب، موضوع اتكلمنا فيه يمكن حلقتين او ثلاثة، موضوع طفل المرور. المفروض ان الملف بتاع طفل المرور ده يكون اتقفل النهاردة، وبيقول للناس كلها في امل ان القانون يتنفذ على كل الناس، مفيش حد فوق القانون، رسالة قوية جدا. فالنهاردة محكمة جنايات الاطفال او الطفل عاقبت الطفل احمد ابو المجد اللي هو الشهير بطفل المرور، ومعاه مصطفى تامر ورامز عصام في القضية رقم 1861 على 167 لسنة 2020 جنايات الطفل، بالحبس سنة وغرامة 10,000 جنيه لكل واحد منهم بتهمة إحراز حشيش بغرض التعاطي. في القضية رقم 1656 جنح أطفال لسنة 2020 قررت إيداع الطفل أحمد أبو المجد دار رعاية اجتماعية، ومعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمر فاروق حبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة، وغرامة 20,000 جنيه عن تهمة استعراض القوة، وتغريم المتهمين 50,000 جنيه عن تهمة التعدي على المارة في الشارع والاعتداء على موظف عام، وتغريمهم 100,000 جنيه لسوء استخدام الانترنت والتعدي على القيم الأسرية. محامي المتهمين دفع بانتفاء القصد الجنائي للجرائم وعدم توفر جريمة فرض القوة والسيطرة لانتفاء أركان الجريمة، جريمة استخدام التواصل الاجتماعي طبقا للتقرير الفني، ودفع بعدم قيام المجني عليه اللي هو أمين الشرطة ان هو ما قدمش بلاغ يخص الوقائع دي، وبس حرر مخالفة مرور واعتذار الطفل عن الواقعة كان مقبول من عنده وقبله، وان المتهمين سنهم صغير وبالتالي هم مش مدركين ان اللي ارتكبوه يعاقب عليه القانون. الحقيقة ده حكم اول درجة، المحامي ممكن يستأنف ويدخل استئناف ويدخل نقض، وكل ادوات القانون موجودة، ومن حق القاضي في تاني درجة انه يوصل ان هو حتى يديهم براءة او يأيد الحكم او يعظمه. انما الحكم نفسه بيقول فيه قانون، ومش كل مرة تسلم الجرة، وبيبعت رسالة لكل الاهالي اللي زي اسرة احمد ربنا يعينهم، اللي مش عايزين بهدلة لنفسهم ولعيالهم ان هم يقرصوا عليهم شويتين. تعالوا نسمع اكتر من الأستاذ صبري عثمان رئيس أو مدير خط نجدة الطفل. أهلا وسهلا بحضرتك صبري بيه. تحياتي يا صبري بيه، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين جميعا. يعني حضرتك كده قول لنا في ناس مش عاجبها الكلام اللي حصل ده، وفي ناس عاجبها، وطبعا المسألة مش بإعجاب الناس، بس في ناس يقول لك ليه الولد واخد إيداع في دور رعاية والباقيين دخلوا السجن مثلا يعني. نحترم مقدمة حضرتك سامي بيه في الأول، وإحنا في دولة قانون، مفيش فرق بين ده ابن مين أو ده ابن مين، الجميع من القانون سوا فيه. وده كان موقف المجلس القومي للطفولة والأمومة وتوجيهات دكتور صحة الصنباط الأمين العام المجلس القومي للطفولة والأمومة من اللحظة الأولى، وإحنا كنا ظهرنا مع حضرتك مع بداية الوقائع اللي حضرتك قلت في حلقة أو حلقتين طابقتين مع بداية واقعة الأطفال أو طفل المرور والأصدقاء اللي كنا معاه. خلينا نبسط سادة المشاهدين، زي ما حضرتك قلت إحنا مبدئيا نتفق ان مفيش تعليق على احكام القضاء، والقضاء اصدر حكمه، ولدينا دائره استئنافيه هتنظر الاحكام فيما بعد لاصحاب الشان اللي اتعاملوا عليه. لكن ايضاحا بس من باب الايضاح والشرح، مش تعليق على الحكم او التدخل في الحكم، من باب الايضاح والشرح للساده المشاهدين، زي ما حضرتك قلت ليه ده اداء وليه ده واخد عقوبه حبس. احنا اتكلمنا في الموضوع ده يا سامي في الاول، وقلنا ان احنا لدينا الماده 101 من قانون الطفل، دي بتتكلم عن تدابير يحكم بها على الطفل الذي لم تجاوز سنه 15 سنة أقصاهم الإيداع. وبالتالي إحنا وفقا المادة 111 كمان من قانون الطفل، الطفل اللي ما تعداش سنه 15 سنة لا يحبس، يصدر ضده أي من التدابير المنصوص عليها. ويمكن ده كان واضح من الأول لما يعني هو دار الرعاية إيه الفرق بينها وبين الأحداث على سبيل المثال، وإيه الفرق بين دار الرعاية اللي هيودع فيها ودار الرعاية اللي كان مودع فيها لحد ما يتم الفصل في الحكم؟ دار الرعايه اولا، احنا لدينا دار رعايه اجتماعيه دول الاطفال المحرومين من الرعايه الاجتماعيه، ودي دار مفتوحه يقدر الطفل يخش ويخرج حسب ظروفه. ده للاطفال المحرومين من الرعايه الاجتماعيه اذا كان ملوش اسره او طفل شارع او اسره اتخلت عنه.
لكن احنا نتكلم عليها دي مؤسسه الاحداث، دول اطفال صدر ضدهم زي الواقع بتاعتنا النهارده حكم في جريمه سواء كانت جنحه او جنايه، وسنه بتتجاوز 15 15 عام، فالمحكمه رايت انه يصدر ضده حكم بالاداه، وبالتالي هينفذ العقوبه داخل دار الاحداث اللي هي دار مغلقه زي شبيهه بسجن صغير او حاجه، مع الفرق طبعا فرق المعامله فرق السن، مقيد الحريه فيها ما يقدرش يخرج، وبالبساطه كده دار مغلقه على عكس دار الرعايه. يعني دار الرعايه دي مختلفه عن الاولانيه، الاولانيه كان ممكن يخرج ويرجع، لكن دي ما فيهاش اللي بيحكم بيها القاضي، دي ما فيهاش خروج، هي سجن ولكن للاطفال. هي اسمها مؤسسه رعايه اجتماعيه للاحداث، دي تبع التضامن، فيها طبعا اشراف وزاره الداخليه. مده الحكم زي ما حضرتك شفت في الحكم بتاع طفل النهارده ما هياش محدده، لان الماده 107 من قانون الطفل بتتكلم على ان في جميع الاحوال تدبير الاداعه ده ملاذ اخير، يعني المحكمه ما بتلجاش ليه الا لما ما فيش مفر، وده اللي كان حاصل قدامنا واضح قدام المحكمه، ان الاطفال متهمين في عده جرائم جنح وجنايه، اللي هي احراز مواد المخدر حشيش بقصد التعاطي، احراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، ودي جنايه، ودي الطفل خد فيها اداع وباقي الاطفال خدوا فيها سنه وغرم، بالاضافه الى عده جنح فيها تنمر، فيها اهانه، فيها استعراض قوه، فيها اعتداء على موظف عام، وبالتالي اللي عنده 15 بيت زمايله دول هينفذوا العقوبه مع حضرتك قرط قطاع احداث، بس عقوبه حبس، لكن فيما يتعلق بطفل المرور النفسي لانه اقل من 15 سنه وفقا للماده 107 من قانون الطفل هيوضع في الدار، والاداء هنا مش محدد المده، لان الدار المدعى فيها الطفل هتقدم تقرير كل شهرين للمحكمه، المحكمه هتنظر في التدبير اللي هو الاداء وتشوفه كافي. يعني يعني الحد الادنى هيبقى شهرين. ملهاش مده يا فندم، هو انا بقول الادنى مش الاقصى، حضرتك بتقول هيراجع كل شهرين، يعني مش هيراجع كل اسبوعين. لا يا فندم، لا يا فندم، كل شهرين هيقدم تقرير للمحكمه، المحكمه هتنظر فيه تشوف اما تنهي التدبير زي ما حضرتك قلت، ممكن تقول نكتفي ويتخذ اجراء اخر، او تبدل تقول الاجراء ده ما جابش نتيجه، الطفل حالته النفسيه متغيره، محتاج نحطه في مستشفى متخصصه، لا هنتخذ اجراء ضده اخر. ففي جميع الاحوال القرار هيبقى للمحكمه، وتبقى الماده 107 قانون الطفل، لان القانون معمول يا اسامه بيه بصفه مجرده لكل الاطفال بغض النظر عن جنسياتهم عن جرائمهم، فبيراعي في المقام الاول مصلحتهم الفضله، وده مصلحه الدستور المصري في قانون الطفل، ان الدوله بتراعي في كل اجراء يتخذ مع الطفل مصلحته الفضله. مش مطلوب ان انا طفل ارتكب جريمه اعاقبه مدى الحياه وافضل حبسه، المطلوب ان انا بحطه دار حتى اسمها دار رعايه عشان اعيد تاهيله وارجعه تاني للمجتمع انسان صالح استفيد منه، وبالتالي الماده 107 كانت واضحه وصريحه فيما يتعلق بايداع الاطفال، قالت ان الايداع ده بيكون باكثر فتره ممكنه، وانه المحكمه بتراعي ان هي الايداع ده كان ملاذ اخير، ما حكمتش بيه الا ما لقيت ما فيش قدامها مجال بسبب ظروف الاطفال ظروف الجريمه، ان الملاذ الاخير بالنسبه لنا لازم نوضعهم في دار رعايه عشان يبقى يتخذ دور. يعني الملاذ الاخير في راي حضرتك ده معناه ان ده اقصى حاجه كانت ممكن المحكمه تتخذها، مش كده؟ ده حقيقي في وقت الطفل بتاع الموجود قدامنا، لانه ما عداش 15 سنه، الماده 101 لدينا 8 حالات بيبداوا بالتوبيخ، ان المحكمه توجه توبيخ للطفل زي اللوم من باب اللوم والتاديب، وتنتهي بالاداء في احدى محسات مؤسسات الرعايه الاجتماعيه اللي هي في الحاله الدمنيه، في المحكمه لجأت للتدبير الثامن اللي هو اقصى حاجه بالنسبه لنا اللي هو اداء مؤسسه رعايه اجتماعيه، والحكم زي ما حضرتك قلت ده زي ما قلنا حضرتك دلوقتي متفق واحكام القانون، وده وفقا للماده 101 107 و111 من قانون الطفل. تمام، طيب هيبقى في استئناف مش كده؟ اكيد في دائره استئنافيه للقضاء هيستأنفوا قدامهم وينظر الموضوع ثاني، والمحكمه وشأنها تقرر ما ترى وفقا للظروف او الدفاع لا يقدم قصاد المحكمه. طيب بعد محكمه اول درجه والى ان يتم الفصل في الاستئناف، الولاد دول هيبقوا فين؟ هيتسلموا لدار ايداع دار الرعايه. الطفل اللي اقل من 15 هينفذ عقوبه الايداع او هينفذ تدبير الايداع، خلينا نكون واضحين قانونا، هينفذ تدبير الايداع وهيبقى موجود، هيخضع برضه زي ما كان في دور الملاحظه اللي كان موجود فيها الاول، هيخضع لتاهيل نفسي واجتماعي وتقويم، ويقدم اذا كل شهرين زي ما قلنا لحضرتك تقرير المحكمه. لكن لحد الاستئناف هيبقى جوه خلاص، هيوضع في هذه الدار الجديده مش الدار اللي هم الزملاء في اداره الاداره العامه للدفاع الاجتماعي في وزاره التضامن هيبداوا اجراءات نقله من دور الملاحظه اللي كان موجود فيها على ذمه القضيه اللي هي بمثابه حبس احتياطي، لان الاطفال برضه في السن ده ما يحبسش احتياطي، فالمحكمه كانت اودعتهم اودعت طفلنا تحديدا هذا الطفل دار الملاحظه، هيتنقل من دار الملاحظه
لدار الأحداث هينفذ فيها فترة الإيداع ويخضع عليه إجراءات أخرى أو رعاية أخرى وتدابير أخرى تتخذ معاه من الناحية النفسية والاجتماعية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا للأستاذ صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل.